Allow me to start. مجدداً يعاود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ تحركاته للدفع بالعملية السياسية في اليمن إلى المشهد مرة أخرى في ظل التوترات جراء التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب. غروندبيرغ خلال إحاطته أمام مجلس الأمن دعا إلى فصل الأزمة اليمنية عن قضايا الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن إهمال العملية السياسية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مشدداً على ضرورة ضمان عدم ربط حل الصراع في اليمن بتسويات القضايا الأخرى. هذه المرة بدا المبعوث الأممي منزعجاً بشأن تطورات الوضع الميداني والاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين، معترفاً بأن جهوده الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية تعثرت بفعل التطورات الإقليمية، في إشارة إلى الأحداث في غزة ودخول الحوثيين على خط مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وتصنيفهم بشكل خاص على لائحة الإرهاب الأمريكية. وحول الأوضاع الاقتصادية، أشار غروندبيرغ في إحاطته إلى أن الأطراف تتخذ إجراءات أحادية الجانب تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي، وإن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع تسوية النزاع على المدى الطويل. على وقع التحركات الأممية، تواصل جماعة الحوثي هجماتها البحرية في البحر الأحمر، وتشترط إيقاف الحرب على غزة وإدخال المساعدات لإيقاف هجماتها على السفن. أمام كل التحركات الأممية للدفع بالعملية السياسية نحو السلام، تدفع اشتراطات الطرفين أيضاً نحو مزيد من التعقيد، ويصبح مصير الاتفاق السياسي مجهولاً.